حبايبي بريمتو، تعالوا النهارده نشتغل مع بعض حاجه اسمها Solving Exponential Equation، وده اخر درس في الالجبرا سكند ترم 2024، يعني قبل ما تدرسوا الاستاتستكس اللي عليكم. طب هنا انا بشتغل بايه؟ اولا لما نقول كلمه Solving يعني انا معايا Equation، يعني انا عندي Equal، ادي فورمه. المره دي مديني 5 احنا كنا متعودين ممكن اقول 5x plus 1 equal مثلا 6، احلها equation بنقل opposite sign تبقى ال 5x ودي 6 minus 1، 5x equal 5، ال x معها 5 بعمل divide تبقى ساعتها ال x بتاعتك 1. هل الكلام ده ينفع اشتغله هنا؟ ازعل، لا. ليه؟ انا باخد ودي مع نفسي، عشان انا عندي الفايف دي فوق منها حاجه اسمها ان او اكس، فوق منها يعني ليها باور، فبقى ليها شكل غير ده دلوقتي. طب نعمل ايه؟ بصي بقى، اقول له طالما السايد ده عنده باور يبقى انا لازم اروح لل 25 اخلي الفورم بتاعها باور، اخلي شكلها باور. طب اخليه ازاي؟ قال لي بسيطة يا عم، نروح رايحين على آلتك الجميلة، البيز ده 5، يعني ايه الكلمة دي؟ ما احنا درسنا قبل الدرس ده، لو انا كتبت ايه باور ام، انت اللي تحت اسمك بيز واللي فوق اسمها باور. تاني، يبقى انا عندي دي 5 ودي ان، ال 5 نسميها بيز والان. تعالوا حبايبي كده نكمل، يعني انا طالما لقيت بيز وباور في السايد لازم السايد اللي قصاده يبقى عنده الكلام ده. طب وال 25 اخليها ازاي؟ ادينا رحنا جبنا الاله، طالما دي 5 لازم دي اشتغلها بال 5، اروح رايح على الاله واقعد اجرب. اجرب ازاي؟ اقول 5 وادي عندي ده اسمه باور 2 واقول ايكوال، ايه ده؟ دي طلعت. طالما الانسر دي طلعت يبقى انا هروح جاي مكان ال 25 واكتب 5 في الباور 2. طب لو ما كانتش طلعت اجرب باور تاني وهنشوف دلوقتي. طيب بص بقى، هنا 5 باور ان وقصادها 5 باور 2، ايه اللي انا ملاحظه؟ ملاحظ يا مستر ان البيز ايكوال للبيز. هو انا اكتب كده في الامتحان؟ لا، ده انا بقول. يبقى دلوقتي الايكويجن الجديده ما بقتش كده، بقى عندي البيز ايكوال، ايه اللي استفيده؟ اقول له استفيد الباور يبقى ايكوال للباور، ساعتها يبقى خالتك ان تبقى ب 2، خلصت. بس كده اقول له طب معلش تعالى نلعب واحده كمان. هنا 3 الباور ان ماينس 2، يبقى ال 3 دي نسميها بيز. حلو خالص، دي بيز 3، لكن هنا البيز الناحيه الثانيه كام؟ لا، دي 1 على 9. قال لي اسمع بقى، مالكش دعوه بال 1، ال 3 سوري ال 9 تنفع تبقى 3؟ طب انا اعملها ازاي؟ اروح هنا واجرب، ادي البيز 3، ابدا اجرب بال 2 طلعت. يبقى انا بصي بقى للمفاجاه، هاجي اقول ماليش دعوه بال 1 وال 9 بقى 3 الباور، هل البيز ايكوال البيز؟ لا لسه، لا علشان دي تحت. طب يا 3 باور 2 عايز اطلعك فوق، اقول له خدنا رول زمان بتقول لو معايا ايه باور نيجاتيف تنزل تحت باور بوزيتيف، ولو معايا 1 على ايه باور بوزيتيف يطلع فوق باور. طب انا عندي ده باور بوزيتيف عايز اطلعه، الله عليكي، ايه بقى اللي انا شايفه دلوقتي؟ البيز ايكوال البيز، نتعود نقول الرول فتثبت البيز. ايه اللي استفيده؟ الباور ايكوال الباور. نقولها تاني، لو لقينا استفيد
تعالى يلا، مين الباور؟ هنا البروفيسور. هنا، نركز بس كده، هنسيب القلم الجميل ونركز عشان خاطري. هيبقى هنا ان ماينس 2 ده كله الباور. طب والباور هناك؟ شكرا. اهو دلوقتي بقت اكويجن زي اللي احنا قلناها هنا. اقدر دلوقتي اكملها؟ اقول له اه. نقول تاني، كان عندي السايد ده بيز وباور، السايد التاني كان فراكشن مش مهم، بس دي 9 ودي 3، رحت لعبت مع ال 9 خليتها 3. خليتها ازاي؟ جربت في الكالكوليتور وجبتها بالباور، جربت بالكالكوليتور. شكرا. تعالي بقى نسأل نفسنا، دي كانت في الدينومينيتور، انا عايز اطلعها فوق، لو كانت نيجاتيف الله يبقى بغير الساين. دلوقتي بقى البيز استفيد، رحت كاتبها كده، الله دي بقت ايكويشن عاديه، انقل دي اوبزيت ساين، يبقى الان ايكوال نيجاتيف 2، ودي جايه لها، وادخل دول في الكالكوليتور واجيب. قولها تاني، متأكدة؟ طب نعمل واحدة كمان قبل ما ناخد دي. يلا افتحي كشكولك وهديلي كان حاجة جديدة. يلا 5 في الباور ان ماي او بلس 1، وهنا 1 2 5، وهسيبك تفكري. هو طبعا هنا بيقول لي فايند ان او ذن، الان تبقى بكام؟ يلا يا ستي، فعلا زميلتكم حلوها، اتمنى انتوا كمان تحلوها وتبعتوها لي. هل عندي مشكله ان انا الاقي الشكل ده؟ طب الشكل ده ينفع اشتغل عليه؟ طب ازاي؟ لا ايوه بص بقى، يبقى الاله بتاعتي برضو الجميله، هل اعرف ادخل الميكسد هنا؟ طب يلا نقول مع بعض هنعملها ازاي. ها شيفت فراكشن، ادخل التو واروح اتحرك بالاسهم، اطلع فوق اكتب 1، انزل تحت اكتب 4، واقول ايكوال. شكرا. بص بقى كل ده اهو، فكره المساله دي بتقول ايه؟ ان انا لازم اوصل ان البيز اللي في الرايت يبقى قد البيز اللي في الليفت. هنا البيز اسمه ايه؟ اقول له البيز هنا فراكشن على بعضه 2 على 3، يبقى لازم الناحية التانية فراكشن على بعضه وبرضه 2 اوفر 3. يا مستر لو انا ال 9 دي عملت لها فاكتورايز، مش لسه قايلين انها 3 باور 2؟ وال 4 معروفة 2 باور 2؟ طب اديني عملتها، ايه اللي انت ملاحظه؟ بص بقى معايا، هما الاثنين ليهم نفس الباور، يبقى اخد الباور بره. هل برضو دي زي دي؟ بص كويس، لا. طب عشان دي تبقى زي دي محتاج اعمل ايه؟ وعشان اعمل فليب واطلع من فوق وانزل من تحت، بص انت قلت حاجه حلوه، اغير الساين بتاع الباور تاني. انت عايز دي التو تطلع والثري، لما الاتنين دول يبدلوا واعمل فليب سويتش اغير الباور في النيجاتيف. بص بقى البيز ايكوال ايه اللي استفيده؟ مين الباور؟ ايوه كده، تبقى ايكوال نيجاتيف 2، واكملها ايكويجن واقدر اجيب لك على طول الفاليو بتاعي. ايه رايك؟ طيب دي الحالة الأولى من solving exponential، يعني حل المعادلات الأسية. تعالي نروح على الحالة الثانية، إيه اللي أنا ملاحظه؟ طبعا ده الرول وأنا مش بديهولك، أنا عايزك تستنتجيه. إيه اللي أنا ملاحظه هنا؟ أيوه لا انت قربت، سيبك من ما توزعهوش. الله عليك يا حمد لله على السلامه. هنا يا مستر الباور ايكوال الباور، لما يبقى الباور ايكوال باور ايه اللي استفيده؟ الله عليك، تقولي لي البيز
ايكوال للبيز. طب تعالى نشوف البيز، هل ينفع ال 6 تبقى ايكوال 7؟ لا. قال لي اور يعني في حل تاني، بس لازم اقول الحلين. نقول بقى تاني، لو لقينا استفيد، رحت رايح على البيز، هل ينفع 6 تبقى ايكوال 7؟ يبقى عندي الحل التاني، اقول كلمه ايه؟ اور، اخد الباور واحد منهم واقول له ايكوال 0. كمان مره، نكرر، لو لقينا استفيد، طب ما ينفعش، اروح اخد واحد من الباور، بصي واقول له ايكوال ايه؟ ايه دي بقى؟ بقت ايكويشن عاديه من اللي احنا اتدربنا عليها من اول الترم. طب فاكره دي بنحلها ازاي؟ اقول له عندي طريقتين، عندي طريقه الكالكوليتور وعندي الفاكتورايز، اعمل اللي انت عايزه. تعالي بس نقول مع بعض، انا بفضل لما تبقى باور 2 تروحي لي على الكالكوليتور بالمود 5 3. تعالى يلا مع بعض نلعب، وهقول لك ليه انا اخترت كده. ادي مود وادي 5 3، واحده واحده عليا. برافو عليكي، بس عرفيني انت عملت ايه؟ مين الاي؟ الاي النمبر اللي مع اكس باور 2 يبقى 1 ايكوال. بعد كده البي، مين البي؟ النمبر اللي مع الاكس يبقى 0 عشان ما معيش. تاني، دي دايما بيغلطوا فيها وبينسوها، الاي هي الكوفيشن بتاع اكس باور 2، والبي كوفيشن بتاع الاكس، والسي اللي هي نيجاتيف 4. يبقى هقول ايكوال واكتب نيجاتيف وادي 4 ايكوال ايكوال. بصي بقى، قال لي اكس 1، حضرتك تيجي تقولي اكس ايكوال، وبعدين هقول له ايكوال. شكرا. بصي بقى، انت ليه يا مستر عملت كده؟ بصي بقى، الطلبه اغلبيتهم بيعملوا ايه؟ يروح جاي يقول اكس باور 2 ماينس 4 بزيرو، انقل تبقى اكس باور 2 ب 4، عشان دي باور 2 اخد السكوير روت، فالاله تروح مطلعه له ايه؟ اجابه واحده بوزيتيف، فيبقى مسالته ناقصه وينقص. الاجابه طلعت لي كام حاجه؟ عشان كده وانا بشرح زمان كنت اقول لك لما اخد سكوير روت تقولي لي عنده تو سولوشن، واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف. دي من ضمن الحاجات اللي الطلبه كتير بتتسرع فيها. نقولها تاني، خدي بالك بقى، الراجل ده لو قال لي سولوشن 6 لازم تختمي له بكلمه اس اس كيرلي بريسز واقول له 2 ونيجاتيف 2. نقول تاني، متاكده؟ طب دي الحالة التانية، لسه عندي حالة تالتة؟ بس تعالي نشوف مع بعض. هل دي زي أول حالة البيز ايكوال البيز؟ حلو. طب زي تاني حالة الباور ايكوال الباور؟ حلو خالص. اسمعي بقى، إيه اللي أنا ملاحظه؟ عندي سايد بوان، أقول له أنا اتعلمت زمان إن لو أنا بقول لك 5 الباور 0 بكام؟ طب ما انا مش عارف، ادخل على الكالكوليتور اكتب 5 في الباور 0. حلو. ايه بقى اللي انا عايز افتكره دلوقتي؟ انا عايز افكرك ان اي حاجه، اني نمبر، اني فاريبل، اي رمز لو اعمله للباور 0 يديني كام؟ يبقى انا لو لقيت السايد ده ب 1 اقدر اخلي ال 1 دي 2 باور 0، عشان كده يبقى ايه؟ لما حطيت بدل الوقت ايه اللي استفيده؟ عشان كده بقى خدي بالك بقى، ناس كتيره بقى بتختصر الزيطه دي وتقول لو لقيت السايد 1 على طول اخد الباور واقول له ايكوال ايه؟ واكملها ايكويشن عاديه. قول تاني، متاكده؟ طب هنعرف نحل دي؟ عايز احلها بالمود ولا خلاص انا عرفت؟ طيب انا هنقل دي تبقى اكس باور 2 ب 9،
هاخد سكوير روت تبقى الاكس بايه؟ اه طبعا للناين. يبقى 3 نيجاتيف. ايوه كده. تقولي لي قبل ما اجيب الانسر اجهز بوزيتيف نيجاتيف واجيب دي. ادي دي الفكره الثالثه. طب تعالي كده نشوف مع بعض حاجات بقى نقول عليها حالات خاصه. هل انت فاكره العلامه الجميله دي؟ طيب ايه العلامه دي؟ اقول له ده اسمه ابسوليوت، درسته في جريد 6. كنت لو قلت لك ابسوليوت اكس ايكوال تو كنت تقولي لي يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2. ايه ده؟ يعني زي السكوير روت ما بيديني حلين، الابسوليوت يديني حلين. طب استنى، فاكر اول ما بدانا النهارده قلنا هنا البيس كام؟ يبقى لازم ده اخلي البيس كام؟ طيب نخليها ازاي؟ حلو خالص، اسمها 5 الباور. دلوقتي انا لقيت ايه؟ ايه اللي استفيده؟ يبقى انا هاجي اقول له ايه؟ ابسوليوت ايكوال، ولما يبقى ابسوليوت للاكس ايكوال 3 تبقى الاكس بتاعتك بكام؟ 3 اسمها بوزيتيف اور نيجاتيف 3. ادي كده كمان فكره جديده. بصي بقى معايا، هندخل على ليفل جديد قوي. بس لا يا حبيبي، قبل ما ادخل على الليفل ده هجيب لك دلوقتي انت حاجات تحاول تحلها لي، وهي جات لك في التشوز وهسيبك تفكري. عندي دلوقتي الراجل الجميل ده جايبها لي في تشوز، وايه المشكله؟ هنا البيز مش ايكوال البيز، بس الباور ايكوال. على طول اول حاجه طالما البيز مش ايكوال اخد الباور ايكوال ايه؟ زيرو، واعمل اوبزيت ساين. خلص. تعال بقى نشوف الفكره الثانيه دي. هنا هو عايز حاجتين. الله يا مستر، ما دي زي دي، هاخد البيز ايكوال زيرو، يعني اكس بلس 2 هقول ايكوال كام؟ زيرو. يبقى الاكس بكام؟ لما تبقى دي زيرو. ها حاضر، بتوه انت في ثانيه. انقل يا بابا اوبزيت ساين تبقى نيجاتيف 2. انا جبت الاكس، بص بقى المفاجاه، احط هنا الاكس الفاليو بتاعتها فتبقى 7 نيجاتيف 2 بلس 2 تبقى نيجاتيف 7 باور 0 تبقى بكام؟ سوري، نيجاتيف دي ايه اللي جابها؟ تبقى 7 باور 0. ها شفتي المسألة؟ تبقى أول، شفتي المسألة؟ يبقى أنا جبت من الجزء الأولاني الفاليو بتاع إكس، رحت رايح للجزء الثاني شلت الإكس وكتبت الفاليو بتاعتي بنفس الطريقة. طب هل عندي فكرة تانية؟ عندي بقى فكرة تجمع الدرس اللي قبل ده بالدرس الجديد، زي الأشكال اللي أنت شايفها دي. الحصة دي خدناها وطلبة كتيرة ما بتحلهاش عشان فيها ستيبس كتير، طلبة جيل التكاوي. هنا أنا لازم أخلي كل البيز زي بعض، ولازم يبقوا برايم نمبر. ده 18 مش برايم، فوق 9 مش برايم، الوحيدة البرايم 2. يبقى أنا همسك ال 9 وأفكها. طب وال 9 لما نفكها نفكها كام؟ أقول له 3 باور 2. عرفت منين؟ يا مستر ما احنا آلتنا موجودة، هتروح فين؟ مش كده برضو ولا أنا غلطان؟ طيب نكمل. بصي بقى يا مستر، ال 9 ب 3 باور 2 بس أصلاً ليها باور، يبقى أنا بعمل 3 باور 2 تو ذا باور ان بلس 1. نقولها تاني، ننزل تحت، انت كام يا ماما؟ انا 18. اقول له انت زمان في الحصه اللي قبل دي خدت ال 18 عملت فاكتورايز 2. يا مستر انا ما بعرفش، الاله تجيب لك. تروح جاي حضرتك تقول 18 ديفايد 2 ايكوال، طلعت 9. اقول له ال 9 اكمل معاها ما اسيبهاش،
الناين تقبل على الثري ايكوال ثري، يبقى انا هنا بقى ثري، سوري بقى ثري كمان ثري، يبقى الايتين لما جيت عملت لها فاكتورايز ادتني ايه؟ وكمان وكمان لا 3. بصي بقى اروح كاتب كده ادي 2، بصي معايا وال3 دي مش متكرره مرتين، تبقى 2 تايم وال3 متكرره مرتين اعملها باور 2، وهما الاثنين ليهم الباور بتاع ال18 يبقى ان. نعمل ستوب ونعيد دي تاني. لما الاقي مسالتي البيز مش زي بعض اقول دي كانت الحصه اللي قبل اللي فاتت، بروح اعمل فاكتورايز وبرضه بشتغل بالكالكوليتور، ولازم يبقى كل البيز هيوصلوا في الاخر يبقى زي بعض، يعني فوق عندي 2 3 تحت تجيب عندك 2 3، فوق 5 اجيب تحت 5. انت معايا؟ طب لما جيت فكيت انا بفك ال 9 بس كمان بعد ما فكها هي ليها باور، ما تنساهوش، يعني ال 9 ادتني 3 باور 2 بس هما الاثنين ليهم باور. حلو، ال 18 فكيتها 2 3 و 2 بس كلهم ليهم الباور ان. بصي بقى هنعمل ايه؟ ادي ال 2 باور ان مش هلعب معاها، لكن دي اقول له زمان علمتني لو ايه باور ان وليها باور ام، يعني البيز له اكتر من باور نعمل تايم للباور. يبقى هنا ادي 3 ال 2 تروح تعمل تايمز للان تبقى 2 ان، وكمان تعمل تايمز لل 1 تبقى 2. طيب بصي بقى ننزل تحت، الان دي تروح لل 2 وال 3 اعمل 2 تايم ان تبقى 2 ان. اقول تاني، انا بوزع الباور اللي بره على الباور اللي جوه، ولما اجي اعمل ديستريبيوت اعمل تايمز. بصي بقى المفاجاه، عندي تحت 2 وعندي فوق 2، واقول له زمان ايه ده؟ هو كله زمان زمان؟ لو عندي ايه باور ام وتحت منها A باور N، يعني لو بعمل ديفايد والبيز زي بعض ناخد واحدة. أيوه أقول له أعمل آدنج في التايمز أعمل ماينس لو بعمل ديفايد. بص بقى معايا، يبقى دي 2 كبيرة من الاتنين دول، N اللي فوق ماينس N اللي تحت، واقول تايمز. عندي 3 فوق و 3 تحت، اكتب اللي فوق زي ما هي. بص بقى دي وتعلمي، مش انا هعمل ماينس؟ يبقى اللي تحت تطلع فوق اغير الساين. اقولها تاني، تاكد تاني، عندي 2 اب و 2 داون هعمل ديفايد، والديفايد اعمل ماينس للباور. ممكن حضرتك برضه تشرحي حضرتك؟ عندي 3 اب وعندي 3 داون. بصي بقى المفاجاه، يبقى ادي دي ان تكنسل ان تديني 2 باور 0، 2 ان بوزيتيف ونيجاتيف تديني 0 يتبقى 3 باور 2. دول ادخلهم كلهم في الكالكوليتور وادي الانسر. خدنا قبل كده يا مستر، لو انا عندي، بس حبيبي لو انا عندي بلس هل بلعب مع الباور؟ لا. برافو عليك، نلعب مع الباور في حاجتين اتنين. طيب الله عليك جدع. طب لما يبقى بلس تقول له اخد كومن بس، ولازم تتعلم ترد تاني. عارف يا مستر لو 3 باور 3 تايم 3 باور 3 كنت اخد 3 من البيز واعمل اد، لكن لما تبقى بلس اخد ايه؟ كومن. اخد ايه؟ كومن. اخد
يعني ايه اخد كومن؟ يعني مش دي زي دي زي دي، اخد منهم واحده كومن واعمل برانتسيز، افتح برانتسيز. بص بقى اقول له دي خدتها، يتكتب مكانها 1. خدتها خدتها، في مشكله؟ بس دي دلوقتي حولتها له تايمز، فتبقى اد 3 هنا باور 3، ودول هيدوني 3. اقدر دلوقتي اعمل تايمز وادي. ايه رايك؟ استني، فهمت حاجه؟ متاكده؟ طب اسمعي بصي معايا، عشان انا لما جبت لك مساله قلت لي لا لا مش عارف ايه يا بابا، ليه لا؟ بصي ادي مساله اخت اللي انت كنت عايزاها، بس انا طلعتها لك بشكل تاني. معلش لحظه واحده، اطلع واخلص. ها ايوه اهي، بصي كده. يلا نقول مع بعض، مسالتي ايه؟ مسالتي بلس، يبقى ناخد كومن. مين الكومن؟ مين الكومن؟ ما تربطوش بعض، كل دي على بعضها بيز، يبقى اخد الثري الباور اكس كلها. عد بقى معايا، متكرره كم مره؟ يلا على طول يا عم، انا هعمل تايم 3 مش هستنى. متكرره 3 مرات يبقى اكتبها 3، اتكررت 4 مرات يبقى اكتبها 4. دلوقتي بقى البيز ايكوال البيز، اخد واحده واعمل ايه؟ شكرا. يبقى ادي يا مستر اخد 3 واقول اكس بلس 1، وادوني ثانيه واجي لكم. مكملين حبايبي في الريفيجن، فلما تلاقي يا بابا 4 ترمز اربعهم والراجل بيقول لك فاكتورايز، تقول له بقسم جروب كاني هعمل فريقين، بس وانا بكون جروب الفريق اللي اكونه يكون في بينهم كومن. ادي فكره المساله برضه. قول تاني، عندي كام ترم؟ 4. يبقى لازم اقسمهم جروب، كل جروب يبقى فيه كام ترم؟ 2. حلو، بص بقى تروح حضرتك مجهز برانتسيز وتحط بينهم دايما بلس اهو. وانت حر. يا بابا دايما بلس، وانت حر، اب تو يو يعني. طب انا دلوقتي لما اجي اخد لازم الاثنين اللي اخدهم يكون في بينهم ايه؟ كومن. ينفع اخد اي اكس مع 7 اي؟ اشمعنى؟ برافو عليك. وانا بنقل كل ترم بالساين بتاعته، يبقى انا خدت الاثنين دول، يتبقى دول اهو. تقول له اسمع بقى، انا خدت دول مع بعض عشان في بينهم ايه؟ اخرج الكومه. لازم تتعلم بتقول عملت كذا عشان هعمل كذا، يبقى هنا الكومن ايه؟ اشطب على الايه؟ اللي اتبقى شكرا، وادي البلس. خدت دول مع بعض ليه؟ عشان فيهم كومن. مين الكومن؟ 3، عشان ال 21 تقبل على ال 3. فانا خدت ال 3 يتبقى اكس، وال 21 لما اعمل لها ديفايد 3 تديني 7. تقول لي نفسك لازم بعد ما اخرج الكومن يطلع براكت كومن، يعني يطلع لي براكت زي هنا زي هنا. طلع؟ طب لو ما طلعش يبقى انت غلط، ترجع تعيد التقسيمه، اتعود على اللغه. فانا هاخد اكس ماينس 7، بص بقى معايا، كومن اشطب عليها واعمل براكت جديد من غير بلس، خلاص انا خدت اخر كومن، واكتب جوه اللي اتبقى. انا خدت ده اتبقى ايه؟ خدت ده اتبقى بلس 3، والسلام ختام. ادي حبيبي الفاكتورايز باي. حبايبي من ضمن الافكار المقرره عليك السنه دي، اسمع بقى، اقسم حتتين. ان انا لو لقيت اكس باور 2 جنبها ماينس واي باور 2، ده اسمه ديفرنس بتوين تو سكويرز، اروح جاي تحت منه واعمل تو برانتسيز اكس واكس، واي وواي، واحدة بلس واحدة ماينس. نعيد تاني، لو لقيت في مسألة تشوز أو كومبليت إكس باور 2 ماينس إكس واي باور 2، على طول أجي أكتبها، يكتب جنبها
يكتب تحت منها ان دي تديني 2 براكت اكس اكس واي واي بلس ماينس. في مشكله؟ خد المفاجاه. الله، ده اكس بلس واي اللي هي دي مدهاني بكام؟ والاكس ماينس واي اللي هو ده ما نعرفوش، وده ب 12. هل تقدر تقول لي الاكس ماينس واي كلها بكام؟ الله عليك، لو عملت ديفايد 6 يبقى الاكس ماينس واي تطلع لي ب 2. نقول تاني؟ متأكد؟ بقى ده يجي سؤال لوحده؟ أيوه. المسألة دي ابن لذينة، ليه؟ جاب الحالتين. هي إيه الحالة التانية؟ اسمع، لما تلاقي إكس باور 3 ومعاها واي باور 3 سواء بينهم ماينس أو بلس، ينفع ده وده، لكن ده لازم ماينس بس. الحالة دي اللي احنا شرحناها ديفرنس بتوين تو كيوب، بعمل براكت صغير وبراكت كبير. نقول تاني، لما نلاقي باور 3 وجنبها باور 3 نعمل براكت صغير ولا براكت كبير؟ اتعلم بقى، تقول له هنا اكس وفي الكبير اكس باور 2، هنا واي وفي الكبير ودايما بوزيتيف. الساين اللي بينهم هنا تنزل لا تنزل هنا، تتغير هنا واعمل تايم. خد بقى المفاجأة. الله، ده كله اللي هو الكبير ده ب 28 والصغير ده انا جبته ب 2، يبقى الاكس باور 3 ماينس واي باور 3 تبقى بكام؟ اقول له اعمل تايمز. نقولها تاني؟ هنقولها تاني، اصبري بس ما تقوليش لا. عندك فكرتين عمرهم ما بيجوا مع بعض، دي اول مره اشوفهم مع بعض. امال هي بتيجي ايه؟ يجي ده لوحده اكس باور 2 ماينس واي باور 2 لوحده، حضرتك تروح كاتبه وتكتب جنبه 2 براكت وتفك بالشكل ده. طب ايه الفكره؟ حاجه من 2، يديك الباور 2 ومعاهم 1 تجيب الثاني، او يديك الاثنين دول تعمل تايمز تجيب الباور 2. ملهاش حل ثالث؟ لا. الفكره الثانيه باور 3 افكها 2 براكت، واحد صغير وكبير، برضو لو اداني الاثنين دول اعمل تايمز، لو اداني الباور 3 وده اعمل ديفايد اجيب لك ده. وصلت؟ لا مش وصلت. وتعالى اوريك مساله ثانيه. ادي يا مستر نمبر 3 زي اللي انت كنت بتقولها، ادي اكس سكوير ماينس واي سكوير، دي لما اجي افكها يديني كام براكت؟ الله، ادي واحد وادي تاني، يبقى هاجي اقول له الاجابه ايه؟ 4 تايمز. عارف لو اداني ده واداني واحد من دول ديفايد، اعمل ديفايد. ملهاش فكره ثالثه؟ ملهاش يا عم. تاني؟ لا. طب معلش تعالى برضو ادور لك على شكل تاني بس عشان خاطري اتعود. ايه رايكم في نمبر 5؟ ها؟ مديني ايه؟ الله عليك، ليه؟ عشان مديني الباور 2 واحد من غير الباور، يبقى هعمل هنا 21 ديفايد بس كده، اقول له تدي زي ما تدي. يبقى انا كل اللي عليا بس ان انا اقول